بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحيتي إلى جميع المغاربة داخل أرض وطن وخارج أرض وطن. كنشكر جميع الإخوان اللي كيتضامنوا مع عز الدين المعموري ووقفوا معنا وداروا معنا يدينا في يديهم. كنشكرهم وكنوجه لهم تحية شكر واحترام، وكنوجه جميع الإخوان المغاربة من داخل أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن اللي كيتبعوا هذه الصفحة الشكر والاحترام. جيت اليوم باش نحكي لكم على الزنديق ابن الزنادقة اللي كان عندي معاه مشكل في مدينة وجدة. كيصيفط لي الناس كي يسبوني وكيشتموني، ولاني ما غاديش نسكت عليك. واخا انت قلت لي من ناظور، ولا قلت لي من كازا، ولا من الرباط، ولا من طنجة، ولا من القويرة، الحمد لله ما عندي مشكل حتى مع شي واحد. عندي مشكل معاكم يا الشفارة، يا الخيان، يا النصابة، يا اللي كليتوا وجدة، كليتوا وجدة ومعروفين نتوما، معروفين الحمد لله. ها عز الدين المعموري وها نتوما، غادي نحطوكم قبيلتكم كاملة، وانا راني غير بوحدي في هاد المدينة الحمد لله، مدينة وجدة. عز الدين المعموري غادي نحطوه في كفه ونحطو قبيلتك كاملة الشريف، وغادي نميركم الشريف. سمعت؟ السمعة طيبة وسمعة زينة مع الإخوان والأخوات، الحمد لله معروفين. عز الدين المعموري معروف بالجهة الشرقية كاملة. سمعت؟ ما غاديش تجي تصيفط لي الشفارة وحشك، الشفارة وحشك خوتي المغاربة، الكلاب ديالك الضالة يتشوشوا عليا ويسبوني. مازال والله ما نسكتش عليك. كما دار باك كان كيدير الزليج وكل الناس صحاب الزليج، ودابا راه كيدير اونتيسور. درتي انت مشيتي درتي الشركه ديال البيع مواد الكهرباء ها في 2007 وكليتي الناس دابا. سمعت؟ كليتي الناس دابا. ماشي حشومه عليكم، ماشي عيب وعار عليكم، وعمامك وباك هذوك الكومبروميات اللي كيديروا الناس، اللي كليتوا كاع رزق اليتامى وكليتوا رزق المساكين. كاين اللي مسكين شاري بلان باش يسترزق به الله ولا يمشي يبني وليداتو، كليتوهم. ماشي حشومه عليكم يا الزنديق يا ابن الزنادقه، لا انت ولا دوك الزنادقه اللي معاك. سمعت؟ هذوك الزنادقه اللي معاك مازال غادي نشوهكم، والله حتى نشوهكم، وانا من وراءكم والزمن طويل. عز الدين المعموري عمرو غادي يطاطي، وعز الدين المعموري عمرو غادي يبيع الماتش. كيما عرضتي عليا مع المرحوم الملايين، انا ما باغي حتى حاجه، انا باغي نصيفطك للحبس وباغي نفضحك، وغادي مازال نفضحك لا انت ولا القبيله ديالك. الحمد لله بنتو على حقيقتكم يا الشفاره، بنتو على حقيقتكم، كتخدموا على الناس ديال النفود ها، كتمشيو معاكم شركه، شركاء عندهم نفود وعندهم سلطة، كتعطيهم وكتخدموا عليهم وكتوكلوهم. والله ما نسكت عليك، واخا تصيفط لي الناس تسبني وتشوش عليا على المواقع التواصل، والله حتى نشوهك وليدي، والله حتى كيما شوتك والله حتى نشوهك. راك معروف باك كان يبيع الزليج، كلا الناس يا صحاب الزليج، ودار ديك العالميه العمليه ديالو اللي نجحت له بسلام، وقراك انت وليني الشفار يا ولد الشفار. سمعت؟ والنصاب كيولد النصاب، يعني معروفين، معروفين على حقيقتكم، معروفين على حقيقتكم. المغرب الشرقي كاع عارفكم نتوما، يا رباعه ديال النصابه ورباعه ديال الشلهبيه كليتوا هذه البلاد، ومازال والله حتى نفضحكم. واخا تصيفط الناس يسبوا، والله تنوقفهم على حدهم كيما وقفتك انت، ومازال راني معاك الشريف. والله ما نوض عليك، والله ما نوض عليك، نشوهك نشوهك يا النصابة. روحوا ردوا الناس رزقهم، سيروا شدوا الكومبروميات ديالكم اللي ناصبين بهم على الناس، سيروا شدوا الكومبروميات ديالكم وردوا الناس رزقها. عيب عليكم، حشومه عليكم ها. هذه هي قال الله ما قال الرسول، لا نتوما ولا داك اللي معاكم. يا ودي تقتلونا غير بالمواعيد ها، تقتلونا غير بالمواعيد وبالاحاديث، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ولا اني جابني الله باش نفضحكم، ودارني الله باش نشوهكم. وكنشكر جميع الاخوه اللي وقفوا معايا واتحدوا معايا، وكنشكر جميع الاخوه المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن ومن طنجة حتى للقويره. انا الحمد لله ما عندي العيب حتى مع شي واحد،
عندي العيب غير مع المفسدين والطغاة ديال هاد البلاد هادي. سمعت والله ما نسكت عليكم، ومن هذا المنبر كنوجه تحيات شكر واحترام إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.